من جانبه قال رئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين أن التعاون الاقتصادي بين مصر وبلاده يقوم على علاقات متينة وطويلة الأجل. أننا قمنا بتثمين التعاون فيما يخص الاقتصاد والسياحة. لا أمامنا العديد من الفرص، حيث أننا من أكثر البلدان الأهلة بالسكان في أفريقيا. وفي هذا الصدد فأننا نشعر أن التعاون الاقتصادي سيعتمد فقط على العلاقات طويلة الأمد فيما بين البلدين. فكل الاتفاقات التي وبرمت يجب تقييمها والعمل على تعزيز التعاون فيما بين البلدين.